مدارس بمبان مدمرة، واقع كارثي يعيشه التعليم في اليمن بعد أن دمرت الحرب المشتعلة منذ انقلاب سبتمبر 2014 أغلب البنى التحتية للمدارس، وأدت نتائجها إلى توقف رواتب المعلمين وتشرد الطلاب وعجز في توفير الكتاب المدرسي. تشير الخارطة الجغرافية للمدارس في اليمن إلى دمار 2600 مدرسة وفق إحصائية رسمية لوزارة التربية والتعليم، وهذا العدد أتى نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي بحسب تصريح وزير التربية عبد الله لملس، الذي أكد أن وزارته لا تزال تواجه تحدياً في إصلاح المباني المدرسية المدمرة، رغم أن الحكومة تجاوزت كما يقول إشكالية العجز الحاصل في الكتاب المدرسي والنقص في الكراسي المدرسية. الحرب التي شنتها الميليشيات الإيرانية، ميليشيات المسلحة الحوثية، دمرت أكثر من 2600 مدرسة. تصريحات وزير التربية أتت خلال حضوره إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من البرامج والمبادرات المعنية بالمجال التعليمي، وقد أوضح وزير التربية توجه المملكة لتوفير كمية من الطاولات والمقاعد واللوازم المدرسية، وتأتي تلك المبادرات السعودية في سياق مشروع إغاثي واسع لدعم اليمن بتكلفة تصل إلى 11 مليار دولار وفق تصريحات مسؤولين سعوديين. مراقبون لمسار العملية التعليمية يرون أن الدمار الحاصل في المدارس ليس المتسبب الوحيد فيه الحوثي، وإن كان يتحمل الوزر الأكبر، ولذا تبدو رواية الوزارة غير مكتملة بنظرهم، فقد تسببت بعض الطلعات الجوية بحسب تقارير محلية ودولية في دمار بعض المنشآت التعليمية، وهو ما يلقي على عاتق التحالف مسؤولية إعمار البنى التعليمية واستعادة الحياة إليها على الأقل في المناطق المحررة.